بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل الجزء الخاص بشرح كيفية إيجاد الفريكشن فاكتور. احنا أخذنا بالمحاضرة السابقة كيفية إيجاده لما يكون عندي نوع الجريان لامينار، كذلك بدينا بالتيربلنت فلو لما كان عندي نوع البايب سمول. الآن نكمل إذا كان عندنا تيربلنت فلو لكن رف بايب. شنو نقصد بيه رف؟ يعني راح ينطيك مقدار الرفنس الخاصة بالبايب اللي تجري بيه الأنابيب. فإذا مجرد ما أنه ذكر رفنس بالمسألة، فإذا أنت بعد أبدا ما تروح على معادلات السموث، وإنما ناخذ الجزء الخاص بالرف بايب. فالفريكشن فاكتور بهاي الحالة راح يكون هو function of Reynolds number والريليتيف رفنس. نعيد، راح يكون هو function of Reynolds number والريليتيف رفنس، بينما لما كان عندي لامينار مباشرة أطلع 8 على Reynolds number، لما كان عندي سموث قلنا راح نعتمد على المعادلة هذه مال بلازيوز او هذه اللي قبلها. زين، وقلنا هاي المعادله مال فان كارمن بحاله السموث بايب تيربلنت فلو فهي ترك، لكن هنا بالرف بايب راح يكون مرات لها دور مهم بايجاد الفريكشن فاكتور. فاذا شنو نقصد بالريليتيف رفنس؟ الابسلون على دي، ننتبه هنا ابسلون على دي، الاي سمول لتر الريليتيف رفنس تساوي لنا ابسلون على دي. اعيد، الاي سمول لتر يساوي لنا ابسلون على دي. هاي كلش نركز عليها لانه بالفيجر قالبها، يعني نسويها اي سمول لتر على دي، فاحنا نصححها بالفيجر بينما هنا نبقيها بالمحاضره مثل ما هي. فاذا الريليتيف رفنس الابسلون على دي يتم تعريفها از ديفايند از ذا بايب انسايد سيرفيس رفنس ابسلون ديفيدد باي ذا بايب انسايد دايمتر. اذا هي حاصل قسمه الخشونه، خشونه السطح للبايب على الدايمتر مانته، خشونة السطح على الدايمتر مانته. هاي الابسلون راح ننتبه ان شاء الله بنهاية المحاضرة على التيبل اللي ينطيك القيم المختلفة المواد المصنعة من عندها البايبات، والدايمتر هو اكيد راح يذكر لك من ضمن معطيات السؤال. البايب رفنس فاليو ديبيندز اون ذا بايب ماتيريال از ويل از ذا ميثود يوزد تو مانيوفاكتشر ذا بايب. اذا هنا يقول لك ترى قيمة الخشونة هي تعتمد على المادة المصنعة من عندها البايب وكذلك طريقة التصنيع. التيبل 3.1 إن شاء الله هسه راح أبين لكم إياه، يعطيكم قيم مختلفة للأبسلون. هسه راح نوضح كل هاي المسألة. ننتبه إنه ترى وحدة قياس الخشونة الأبسلون هي مليمتر، فهنا أنت لازم تساوي الوحدات مال الأبسلون ويا الدايمتر. لو اثنيناتهم بتخليهم متر، لو اثنيناتهم بتخليهم مليمتر. ننتبه على هاي النقطة المهمة انه وحدة قياس الخشونة الابسلون مليمتر، فإذا مليمتر هنا هذا الابسلون. زين، هذا هنا الابسلون اللي اقصد به، هذا الابسلون لازم يكون وحداته مليمتر والدايمتر مليمتر، او تحول المليمتر الى متر والدايمتر مهمتين بالمتر. فأهم شيء هنا تنتبهون على التناسق مال الوحدات. فإذا لما يكون السطح الداخلي للأنبوب ناعم، فاذا جي اف راح يكون هو فانكشن اوف رينولد نمبر فقط، بينما لما يكون عندي اني السطح خشن راح يكون هو فانكشن اوف رينولد وابسلون على دي. هاي المعادله اللي هي معادله كولبرغ والخاصه بالتيربلنت فلو، ما مطلوبه من عندكم، ما نريدها. زين، ما لها داعي. وهذه اماتين مال دارسي، يعني هنا هي مجرد هي تسميه للاف داش يلا على دي وتربي على 2 جي. انتبه عليه، احنا هاي يعني احنا اخذناها سابقا انه الاتش اف يا اما هي 8 جاي اف يلا على دي وتربي على 2 جي، او 4 اف يلا على دي وتربي على 2 جي، او اف داش يلا على دي وتربي على 2 جي. هاي هو شيء يسميها دارسي ويز باتش اكويجن. نعيد، دارسي ويز باتش اكويجن هاي يعني مجرد هي تسميه لهاي المعادله، فانتبهوا عليها. اخاف مرات يعني بالمساله يذكر لك انه مثلا حل او اوجد ال H فراكشن باستخدام هاي المعادله حتى تكون هاي الامور قدامكم واضحه. ال F داش هو مثل ما احنا نعرفه هو ترى الموديل فراكشن فاكتور 4 F او 8 جي F. هاي هي المعادله المهمه اللي انت ممكن انه تحل بيها المساله اذا كانت السرعه بالسؤال مجهوله. نعيد، هاي شوكت المعادله تكون مال بان كارمن مهمه. بان كارمن بحاله السمود قلت لكم ما اريده من عندكم. هاي المعادله ما اريده من عندكم، معادله دارسي ويز باتش. هي هاي اصلا سهله، يعني هي اف داش يلا على دي وتربي على 2 جي، تعرفها. زين، بمكان هنا مجرد بمكان ال 8 جي اف حط لك اف داش، سماها دارسي ويز باتش اكويجن. زين، فاذا المعادله المهمه اللي هي ضروري الحفظ مالتها هي معادله فان كارمن لما عندك تيربلنت فلو راف باي. هاي نستعملها في ايجاد
الفانينج فراكشن فاكتور. انتبه هنا ترى احنا راح نطلع الفانينج فراكشن فاكتور. هاي شفت تكون المعادله مهمه لما تكون السرعه مجهوله، من تكون السرعه مجهوله بالسؤال. ليش؟ لانه احنا اصلا مبدا الحل مالتنا لما نريد نطلع الجي اف لازم عندي رينولد نمبر. رينولد نمبر ما تقدر تطلعه اذا ما عندك السرعه زين. فاذا سرعه ماكو معناته رينولد نمبر ماكو، فشلون تحل؟ يا اما هو راح يقول لك مباشره ترى انت يعني ما عندك سرعه فتتجه لهاي المعادله، او لا انت راح تنتبه على منطوق السؤال انه الديسشارج هو المطلوب، فالمطلوب من عندك الديسشارج يعني كيو، يعني بمعنى اخر سرعه ماكو زين. فاذا لازم تروح تحل بمعادله فان كارمن اللي هي اهم فرضيه بيها انه كانما انت راح تفرض فولي تيربلنت فلو والرينولد نمبر اكبر من 100,000. هنا انا هاي كاتبه لكم اياها. المهم انه رينولد نمبر كانما انت تفرضه هو تيربلنت فلو، فولي تيربلنت فلو رينولد نمبر اكبر من 100,000 زين. فاذا هاي المعادله جدا جدا مهم الحفظ مالتها. فانت عندك فيجرين تقدر انه تستعملهم في ايجاد الجي اف زين، ما عدا هاي المعادلات اللي تم ذكرها اعلاه. يا اما تستعمل الفيجر 3.7 يا اما تستعمل الفيجر 3.8. الفيجر 3.7 هسه ان شاء الله راح اشرح لكم اياه واحاول انه احل لكم مثال عليكم محاوره بجويه حتى يكون بعدها واضح جدا عندكم. الفيجر 3.7 هذا يستخدم في حساب الجي اف. هو ما يسميه جي اف، يسميه فاي زين. وانا قلت لكم هاي الملاحظه عليها انه مرات الجي اف يسميها فاي، مثلا هو فوليوم 1 يسميه فاي. فهذا انت من حتطلع قيمه الجي اف راح يصير عندك كلش سهل انه تحسب الاتش فريكشن اللي هي 8 جي اف يل على جي وتربيع على 2 جي. اما اذا كانت القيمه مال اليو غير معلومه، او بمعنى اخر يجوز هو يطلب من عندك الديسشارج، يعني اصلا هو يطلب من عندك كيو. فبهاي الحاله يا اما تستعمل هاي المعادله مال فان كارمن تفرضها فولي تيربلنت فلو وتحل، بس على فرض انه رينولد نمبر لازم بعدين تشيكه هو فعلا اكبر من 100,000 او لا، او لا ممكن انه ينطيك قيمه الدلتا بي. يعني شنو؟ ينطيك الدلتا بي ديو تو فريكشن. فبهاي الحاله احنا نقدر نستعمل هاي المعادله مال الدلتا بي اللي هي 8 جي اف يلا على دي رو يو تربيع على 2 زين. الجي اف ايش راح تساوي لنا؟ دلتا بي دي 4 ال رو يو تربيع في رينولد نمبر. هاي هنا هو دريد يضرب هاي في رينولد نمبر زين تربيع، وراها راح يطلع لك هذا التيرم جي اف رينولد التربيع هي دلتا بي على 4 ال دي تكعيب رو على نيو تربيع. هذا الجزء كله انتم غير مطالبين بالحفظ مالته لانه هاي المعادله الصعبه اصلا هي موجوده بالفيجر مباشره، فماكو داعي انه تحفظها. اهم شيء انه تعرف ايش وقت تطبقها. تطبقها لما تكون عندك السرعه مجهوله وقيمه الدلتا بي معلومه. اعيد، ايش وقت تستعمل هاي المعادله ام الجي اف رينولد تربيع؟ لما الدلتا بي معلومه زين ويو مجهوله، لما الدلتا بي معلومه ويو مجهوله زين. اذا الدلتا بي ما عندي ويو مجهوله اروح على المعادله مال فان كارمن زين اللي هي هاي ام الواحد على جذر اف. اعيد، فاذا احنا عندنا طريقتين، يا اما عندي السرعه معلومه زين فاقدر استخدم الفيجر 3.7 واحل مباشره زين. اذا ما عندي فيجر اضطر انه اني استعمل المعادلات لامينر، معادلات اللامينر تيربلنت اشوفها اذا هو سموث او راف. بالسموث بين المعادلات مال بلازيوس وجماعتها، بينما اذا عندي راف راح اضطر انه اني استعمل يا معادله فان كارمن. بس هاي اذا شنو؟ اذا عندي سرعه مجهوله زين. اذا ناطيني دلتا بي وعندي فيجر، فاذا والسرعه مجهوله اقدر استخدم الفيجر 3.8. نعيد، نقدر نستخدم الفيجر 3.8 ليش؟ لانه هذا الفيجر هسه ان شاء الله راح تنتبهون عليه هو عباره عن جي اف في رينولد تربيع. هسه تقول لي منين نجيب جي اف في رينولد تربيع؟ اقول لك من هاي المعادله، لانه نعطيك دلتا بي. اذا ما نعطيك دلتا بي راح تضطر تستعمل فان كارمن زين. هسه انا اذا قدرت اطلع هذا التيرم، هذا التيرم اسقطه عموديا على هاي الخطوط المائله اللي هي ابسلون على دي واطلع قيمه رينولد نمبر. من صار عندي رينولد نمبر معلوم اذا اقدر اطلع من عنده السرعه، لانه رينولد نمبر هو رو يو دي على ميو. هاي هنا بده يشرح لك عن الفيجر، بده يقول لك ترى هذا الفيجر هو يعني الخص طبعا 3.7 هو لوغاريتمي زين. تنتبه بي اكو بي منطقتين، منطقه اللامينر ومنطقه التيربلنت. هذا ان شاء الله انا هسه بكل تفاصيله راح اشرح لكم اياه زين. اذا هسه ننتبه لهاي الملاحظات المهمه. اذا كان المطلوب حساب فرق الضغط، خلي هاي المعادلة مثل ما احنا شرحنا سابقا، الدلتا بي هي 8 جي اف يلا على دي رو يو تربيع على 2 زين.
ونحسب قيمة الجي فريكشن بالاعتماد على الخشونة وقيمة رينولد نمبر. وطبعا هو أهم شيء شنو، إنه أنت تعرف نوع الجريان مالتك زين، هل هو لامينر أم تيربلنت، حتى تعرف تستعمل يا معادلة. أما إذا نطاك الدلتا بي وكانت عندنا السرعة مجهولة، فنستخدم الفقرة 3-8 زين، بالاعتماد على هاي المعادلة اللي قلنا ماكو داعي إنه أنت تحفظها زين. فمن أطلع قيمة رينولد راح تلقى قيمة السرعة زين. إذا ما عندك فقر ولا أو عندك فقر وما عندك قيمة الدلتا بي، راح تضطر إنه تمشي على هاي الفرضية زين، تفرض إنه الجريان هو فولي تيربلنت فلو، أي إنه قيمة رينولد نمبر أكبر من 100,000، فتستعمل المعادلة مال بان كارمن حتى تحل المسألة. طبعا هنا أنا راح أطلع F، من أطلع F الجي F من تجيبه هي F على 2 زين. ومن برنولي، من تحل المعادلة مال برنولي على النظام مالتك بصورة عامة، أكيد راح تلقى قيمة السرعة زين. من تطلع السرعة تشيك رينولد نمبر هل هو أكبر من 100,000 أو لا. هذا إن شاء الله راح نحل عليه مثال كامل حتى يكون إن شاء الله جدا واضح لكم، فلا تستبقون الأحداث إذا أكو فتشي هسه ما افتهمتوا، لأنه هذا المثال راح يكون جدا مفيد لكم بمعرفة كل هاي النقاط. عندنا هنا الملاحظة المهمة أيضا هي الكفاءة، الافشنسي. الافشنسي هي عبارة عن الباور ريكوايرد على الباور سبلايد. احنا حكينا قبل شوية بالمحاضرة السابقة انه قلنا اكو فشي اسمه الفلويد باور زين، او طاقة النظام. طاقة النظام قلنا منين نجيبها؟ قلنا هي عبارة عن بي في كيو. بما انه البي هو عبارة عن رو جي اتش، وانا هنا دحكي عن طاقة نظام، اذا قلنا هذا الاتش هو اتش بي. فاذا هاي الطاقة اللي انا قاعد احسبها بالمسألة مانتي زين، حطلعها رو جي كيو اتش بامب، ترى هاي يسموها باور ريكوايرد. فاذا يعطيك افشنسي ويريد من عندك الباور سبلايد، راح تقسم الباور ريكوايرد على الافشنسي حتى تطلع له الباور سبلايد. نعيد، اذا طلعت انت وحسبت الباور ريكوايرد اللي هي رو جي كيو اتش بامب في رو جي كيو اتش بامب، اذا هاي قدرت تحسبها من السؤال مالتك، مجرد ما تقسمها على الافشنسي راح يش يطلع لك الباور سبلايد. نجي على هذا المثال. The pump in figure below delivers 0.03 متر مكعب per second of water. زين، إذا هنا أنا إيش ناطيك؟ delivers يعني ده يجهز 0.03 متر مكعب per second، يعني ده ينطيك قيمة ال Q زين من الماء، حتى تعرف أنت إيش قد تأخذ الروم أنت. From a lake to the top of a hole. إذا من هنا، من هاي البحيرة إلى سطح هاي التلة. زين، إذا هسه أنت تنتبه على هذا الفيجر، ده يقول لك أكو عندك مضخة، إذا عندك H pump زين، هاي النقطة على سطح البحيرة وهاي نقطة على سطح التلة، هاي معرضة للضغط الجوي الاعتيادي وهاي معرضة للضغط الجوي الاعتيادي. الفرق بالارتفاع العمودي بيناتهم اي دلتا زد هو 5 متر. ننتبه هنا انه زد 2 هي اعلى من زد 1، فاذا دلتا زد هي زد 2 ناقصا زد 1 5 متر زين، يعني حتكون من جهة الزد 2 هاي الخمسة نعوضها. The cast iron pipe زين، إذا عندك هنا المادة المصنعة من عدد البايب هي cast iron، حتى تعرف إنه تأخذ قيمة الأبسلون من التيبل الخاص بالcast iron، هاي هو مقداره 0.26 مليمتر، انتبه هنا مليمتر. هذا diameter of 80 مليمتر، هذا هو الدايميتر مال البايب زين. فمن تريد تطلع اللي small اللي هي الأبسلون على دي، تقسم 0.26 مليمتر على 80 مليمتر. الطول مال هاي الانابيب اللي بالنظام كله هي 200 متر. يقول لك احسب ايش قد مقدار الباور ريكوايرد وايش قد راح تقدر انه هاي المضخه تشتغل بحيث تنطيك هالقد كيو. كذلك احسب الباور سبلايد، يعني هو كانما ده يطبق على هاي القانون زين. دير من عندك ايش قد الباور سبلايد اذا كانت قيمه الافشنسي 70%. نجي هسه power required هي رو جي كيو اتش بامب، يعني انت لازم تطلع الاتش بامب. منين اجيباني الاتش بامب؟ لازم اسوي موازنه مال برنولي، او العفو يعني احنا بنسميها دائما برنولي بس ترى هي موازنه الطاقه زين، موازنه الطاقه على هذا النظام زين. من حسبت انت الباور ريكوايرد تقسمها على 70% يعني 0.7 حتطلع الباور سبلايد. فنجي هسه نسوي موازنه مال طاقه ما بين النقطتين 1 و2، B1 على رو جي زائد Z1 زائد U1 تربيع على 2G زائد H pump ناقصا H friction sorry يساوينا B2 على رو جي زائد Z2 زائد U2 تربيع على 2G. B1 و B2 هم معرضين للضغط الجوي الاعتيادي اثنيناتهم، إذا أقدر أحذف ال B1 ويا ال B2 زين، هذا الطرف وهذا الطرف أقدر أحذفه. نيجي وراها Z2 أعلى من Z1، Z2 ناقصا Z1 يعني هنا راح اعوض بهذا الطرف ايش قد يساوي 5 متر زين، هاي هنا كانما بصفرها. ال U1 تصفر ليش؟ لان قلنا دائما
عندنا هنا كأنه هي المساحة كبيرة جدا جدا، فالسرعة راح تكون مقدارها قريب من الصفر، فاليو 1 تربيع على 2 جي الصفر، فش حيبقى لي من هذا الطرف بس الاتش بامب يساوي دلتا زت، يعني اللي هي زت ناقصا زت 1 زائدا يو 2 تربيع على 2 جي زائدا اتش فريكشن. اعيد ايش راح يبقى لك من هذا الطرف؟ زت 2 ناقصا زت 1 كانما يعني هي الدلتا زت، لانه زت 1 كان معتبرها صفر، زائدا يو 2 تربيع على 2 جي زائدا اتش فريكشن. نجي هسه هاي الزت 2 قد مقدارها 5. اليو منين اجيبها؟ اليو 2 ان اليو 2 هي نفس السرعه مال السائل اللي بالانابيب، زين يعني من طلع السائل منها انا بيا سرعه بسرعته نفسها اللي كان يجري بها داخل الانابيب اذا كان ما عندي اي تغير بالقطر مال هاي الانابيب، قطر واحد هو ناطيك. فاذا بهاي الحاله منين اطلع السرعه؟ كيو على اي، زين اليو 2 هي كيو على اي، الكيو ايش قد؟ 0.03 متر مكعب بير سكند، قسمها على الاريا اللي هي باي على 4 دي تربيع، ايش قد الدايمتر؟ 0.08، زين راح يطلع لك مقدار السرعه ايش قد؟ 5.97. من طلعت لك السرعه لازم ايش تحسب هسه؟ رينولد نمبر، تحسب رينولد نمبر رو يو دي على ميو، الرو ايش قد؟ 10 أس 3، اليو 5.97 الدايمتر 0.08 تقسم على الميو مال المي، زين اللي هي 1 في 10 ناقص 3، بس انا هاي هنا طلعتها لما من درجه الحراره 15 درجه سيليزيه، زين فاذا مو شرط انت هاي دائما تاخذها 10 ناقص 3 هم ماتين صحيح. رينولد نمبر طلعته بقى لازم ايش تحسب؟ ابسلون على دي، زين حسبتها قسمت 0.26 ملم على 80 ملم، عندك رينولد وعندك الاي سمول، تروح على الفيجر 3.7 وتطلع قيمه الجي اف، فتقدر تحسب وراها الاتش فراكشن. الاتش فراكشن ايش قد راح هنا؟ طبعا هذا الفيجر 3.7 هياتها قيمه الابسلون على دي، حتطلع قيمه الجي اف هي 0.0037. ايش قد الاتش فراكشن؟ الاتش فراكشن هو 8 جي اف ال على دي وتربيع على 2 جي، قيمه ال 200، الدايمتر 0.08، السرعه هي 5.97. وهكذا راح تكون هاي المعلومات كلها توفرت عندك، بس تطلع على قيمه الاتش بامب من حق طلعها، حطها بهذا القانون نضربها في رو جي كيو، حيطلع لك ايش قد مقدار الباور الريكواير، تقسمها على 0.7 تطلع لك قيمه الباور سبلايد. نجي على المثال اللي بعده. Determine the head energy loss for a flow of 140 liter per second of a new 0.0001 متر مربع per second through 400 متر of 200 ملليمتر diameter cast iron pipe. شنو هذا السؤال؟ هذا السؤال يريد تحسب لي قد مقدار الطاقة الضائعة بسبب الفريكشن. نعيد، إيش قد مقدار الطاقة الضائعة بسبب الفريكشن؟ نعطيك مقدار الكيو اللي هي ايش قد؟ 140 لتر بير سكند، هاي 140 لتر بير سكند لازم تقسمها على 10 أس 3 حتى تحولها للمتر المكعب، زين عندك كيو تقدر تطلع السرعه؟ اي اقدر اطلع، لازم اقسمها على الاريا اللي هي باي على 4 دي تربيع، ايش قد الدايمتر؟ هياته 200 ملم، اذا من تقسم كيو على ايش حتطلع لك؟ حيطلع لك مقدار السرعه اللي هو 4.45 متر بير سكند، زين هسه طلعت السرعه. تقدر تطلع رينولد نمبر؟ اي تقدر تطلع رينولد نمبر من رو يو دي على ميو. من تطلع رينولد نمبر زين بقاش عندك الماده هي كاست ايرون، اذا هي نفسها هاي الابسلون مالتها 0.26 ملم، قسم ال 0.26 ملم على ال 200 ملم، راح ايش راح يطلع لك الاي سمول؟ ابسلون على دي ويا رينولد نمبر ايش راح تطلع؟ راح تطلع جي اف. من طلعت قيمه الجي اف راح تقدر تطبق هاي المعادله مال 8 جي اف يلا على دي وتربيع على 2 جي. الجي اف راح تطلع عندك من الفيجر، الطول مال البايب ناطيك اياه 400 متر، الدايمتر 0.2، السرعه هي 4.45 تربيع على 2 جي، حتطلع لك قيمه الاتش فريكشن. هنا ننتبه علينا مقدار الانرجي الضائعه، الطاقه الضائعه ايش قد تساوي لنا؟ رو جي كيو اتش فريكشن. بينما من نقول طاقه نظام ايش قلنا؟ كنا نقول رو جي كيو اتش بامب. طاقة ضائعة رو جي كيو اتش فريكشن، طاقة نظام يعني اذا تنطيها المضخة اتش بامب، زين؟ من عندك بامب يريد يعرف ايش قد الباور مالتها، زين؟ انتبه هنا ترى هي رو جي كيو اتش بامب، بينما من طاقة ضائعة، طاقة ضائعة بمن تضرب بالاتش فريكشن. نجي هسه هنا المسألة مهمة، احب انه انا اسوي لكم شير سكرين صفحة ثانية. تابعوا علي هنا، هنا راح نكمل الجزء الخاص بهاي الفقرات.
هذا الفقر جدا مهم اللي قلنا هو هذا فقر 3-7، انتبهوا عليه هنا، ترى هذا الفقر هو لوغاريتمي. زين خلينا نقلل هذه الشاشة حتى تكون أوضح بعد عندكم. زين هاي هنا عندنا قيمة رينولد نمبر بالإكس أكسس وبالواي أكسس إيش قد؟ قيمة جي إف، انتبه، آر على رويو تربيع، إحنا اتفقنا عليها آر على رويو تربيع هي جي إف. هنا هو ما يسميها جي إف، شي يسميها فاي، مو مشكلة. كل جي إف هو إف على 2 أو إف داش على 8، إحنا هاي بعد المفروض صارت عندنا مفهومة من المحاضرة السابقة. زين هنا دا يقول لك ترى الدلتا بي هي يعني هي نفسها هاي 8 جي اف يلا على دي رويو تربيع على 2، هاي هنا هو مجرد ما اخذ الاثنين اللي بالمقام ويا هاي 8 نسويها 4، فاذا احنا نبقى على معادلتنا اللي موجوده عندنا بالمحاضرات. الاتش فريكشن هي 8 جي اف او فاي ال على دي يو تربيع على 2 جي مثل ما احنا هسه هاي بدنا نشرح بيها دائما. فاذا انتبه هذا هنا الاكس اكسس هو رينولد نمبر. زين هنا هاي الخطوط المائله شو تمثل لك؟ تمثل ابسيلون على دي. انا هذا اللي اريد انه انبهكم عليه، مجرد اريدكم تصححوا لي هاي الاي سمول لتر سووها ابسيلون. اعيد، هاي الاي سمول سووا لي اياها ابسيلون، لانه هي اصلا الاي سمول لتر تساوي ان ابسيلون على دي. هاي هنا تكتبون الاي سمول لتر تساوي ابسيلون على دي والباقي بالمحاضره يبقى مثل ما هو. زين هنا هذا الجزء اللي هو قبل ال 2100 ترى هذا هو لامينار فلو. شوف شو يقول لك الجي اف شو يساوي لنا؟ 8 على رينولد نمبر، الجي اف هو نفس الفايف. زين شو يساوي لنا؟ 8 على رينولد نمبر. هاي المنطقه الكريتيكال زون او الترانزيشن ما بين اللامينار الى التيربلنت، هاي ما يعني ما تطبق عليها هوايه اسئله. زين نجي هنا هسه على هذا التيربلنت فلو، قلنا نوع البايب راح ياثر اذا كان عندي سموث واذا كان عندي لا والله بيه خشونه. اذا كان سموث فهذا يعني اول خط بي، اول خط من الاسفل، هذا هو كله خاص بالسموث بايب. فمن يقول لك تيربلنت فلو حسب قيمه رينولد نمبر وسموث بايب تقدر تسقط على اول خط. اما اذا بيخشونه لازم تطلع له الريليتيف رفنس، تطلع الاي سمول اللي هي ابسلون على دي وبعد حسب قيمتها. عندك قيمه رينولد نمبر تسقطها بصوره عموديه على هاي الخطوط المائله، شوف حسب قيمه الابسلون على دي وتقرا منها مباشره من الواي اكسس قيمه الجي اف. الشكل الاخر اللي هو 3-8، هذا 3-8 اللي قلت لكم شو كنا نستعمله لما احنا ما عندنا قيمه السرعه معلومه. زين فمن عندك بالسؤال هو يطلب من عندك السرعه ونعطيك قيمه الدلتا بي ديو تو فريكشن، هذا الدلتا بي. هاي المعادله هنا قلت لكم هي هاي ماكو داعي تحفظوها لان هي اصلا موجوده بالفيجر. جي اف رينولد تربيع، هاي الفاي لا تخربطكم، انا ارجع اقول لكم اياها، ترى هي نفسها جي اف، الفاي هي نفسها جي اف. جي اف في رينولد تربيع هي هاي المعادله، دلتا بي دي تكعيب رو على 4 ال ميو تربيع. اذا نعطيك الدلتا بي تقدر تستعمل هذا الفقر، اذا ما نعطيك الدلتا بي تروح على المعادله مال فان كارمن، هاي ام الواحد على جذر اف. زين فمن هنا من تطلع هاي قيمه هذا المقدار، زين شوفوا وين على هذا الاكس اكسس، ثبته وارفع مباشره على هاي الخطوط المائله وحسب قيمه الابسلون على دي. شوف انتبه هنا السموث باين هو الخط الاعلى، اعلى خط سموث بايب، بينما بهذا الفيجر شنو كان اوطى خط خاص بالسموث، هنا انقلب صار هو اعلى خط من فوق. زين فاذا هذه هنا هي ابسلون على دي وتقدر مباشره انه سقط بصوره عموديه وتقرا من هنا جت قيمه رينولد. من طلعت قيمه رينولد ايش راح يكون معلوم عندك؟ السرعه. من تطلع قيمه رينولد من هذا الفيجر حتنعرف عندك السرعه، السرعه بالاريا تقدر انه توجد له ايش قد الكيو. هذا هنا التيبل اللي قلت لكم عليه. زين هذا التيبل هو الخاص بقيمه الابسيلون، عدلوا لي هاي الاي سمول سووا لي اياها ابسيلون. اعيد، قيمه هاي هذا بس هذا الرمز مال الاي سووا لي اياه ابسيلون والباقي يبقى مثل ما هو. هنا انا نعطيك مواد مختلفه تصنع من عندها البايبس، هاي قيمه الابسيلون مالتها مره بالفوت ومره بالمليمتر، انا ما اجيب المسائل بالفوت، نعتمد دائما على النظام الامريكي اللي هو بالمليمتر. ان شاء الله تكون المحاضره مال اليوم واضحه زين، وارجو انه تقروها بصوره مفصله وان شاء الله راح نحل امثله هواي عليها، يعني لا تديرون بال. هاي الامثله راح تكون ان شاء الله حاويه على افكار مختلفه وندرس بها كل هاي التفاصيل. ودمتم في امان الله.